في الحلقة السابقة من برنامج البطل، يوسف غادر البرنامج. Disrespect. Do it here, right now. Man, you don't get two chances at the lottery. Kolas. Kolas. Kolas, talk to the promoter. انضم للبرنامج مقاتلين جدد وليد ودنس. شوية دراما. شوية تمثيل، شوية أكشن. Come in, beat him. في أول صباح بعد مباراة بندر وعز الدين، بندر ضل في سريره بسبب الكسر اللي في رجله، وعز الدين حب يفاجئه بكاسة عصير وثلج. صباح الخير. صباح النور. ايش تبديل؟ كيف سويت؟ والله سويت له عصير اورنج، وديت له اياه عادي. انه لما ضربت اللكمه تخيلت كل شيء عملناه انا وياه، كيف كنا نقعد وكيف كنا نسمع، كيف كان نغني ونطبل مع بعض وناكل مع بعض، فما هانش علي وكان دايخ وانا بقدر اكمل عليه. انا وعز الدين يعني اخوان ان شاء الله، ما فايت ما فايت، هذا برنامج وفايت تصير ما في مشكلة. وطبعا داخل القفص يعني فايت. قاعدة جوا الكيج ايش وبر الكيج ايش مش موجودة عندي، يعني حتى لو بالكيج انه انا وياك نضرب بعض، بس يعني ممكن اضحك معك وانا في الكيج، امزح معك حتى لو انا وياك على الارض ممكن امزح معك. انا هو مش عصير تانتي زي موجود جوا، ولا عصير بيدي I was rolling with Mehdi, my coach in wrestling, and I break my head on his knee. وليد المقاتل الجديد تعرض لإصابة في رأسه أثناء تمريناته مع مدربه مهدي بغداد.
وابتدى مشواره في البطل بزيارة غرفة الطوارئ. فريق إلبي الفاز بتحدي الفورد موعود بالخروج لدبي اليوم كمكافأة، بس الإدارة طلبت من الكل يتواجد لأنه عماد طالب يجتمع فيهم كلهم. السلام عليكم شباب. صباح خير. شو الأخبار؟ Alright شباب، حبيت أحكي معكم كلمتين. يوم الجمعة وصلني خبر إنه شوية شباب من تيم قلبي اختفوا من المزرعة. كنا محضرين لكم طلعة، بس سمعت إنه اختفيتوا، بعض منكم اختفوا أكثر من 4-5 ساعات. شباب مشغل بالهم عليكم، قاعد يدوروا عليكم ما لقوا حدا. بعض الشباب من فريق قلبي كان عندهم شبه انعدام لحس المسؤولية، اختفوا يوم الرحلة اللي خططناها للجميع للبحر. عدم المسؤولية اللي هن أظهروها بهذا اليوم سببت إنه هن ما راحوا على الرحلة وحرموا جميع اللاعبين من الروح على الرحلة. طبعا مثل ما حكينا هن ضيوف عنا بهذا البرنامج، وخلال فترة استضافتهم هون رح يكونوا مسؤوليتنا. فأنا برأيي إنه أعدل شيء يصير، تيم بغداد جهزوا حالكم، أنتم راح تروحوا اليوم على الغداء. تيم قلبي تيم قلبي Guys, one second, شباب. تيم قلبي، أنا بعرف إنه مو كل تيم قلبي اللي راح، بعض شباب من تيم قلبي اللي راحوا، بس لازم تتعلموا حس المسؤولية كفريق. أنا صراحة زعلت زي كل فريق، أنا زعلت، بس ضحكت قلت إيش نسوي؟ يعني حركة سوينا ومقلب حلو صراحة، يعني ما حد توقع، يعني توقعت ممكن حيصير شيء بس مو ذيك الدرجة، جمعونا وحتخرجوا. كلام ذا بعدين في النهايه يقولوا انه ما في خرجه، لانه ضحكت سوى حركه، يعني ردوا فينا مزبوط. All right guys, تيم بغداد 15 minutes where the cars are moving. يلا هم لعبوا فينا مقلب، ومقلب كان ما شاء الله، يعني مقلب حلو شديد. فرحانين انه يعني خلاص نحن بنطلع اول طلعه لينا، وهي اصلا مش اول طلعه لي انا، بس يعني اول طلعه للمجموعه. انتم تكسبوا نحن نروح. فرحة فريق بغداد بالرحلة المفاجئة اللي ما كانوا ينتظروها كانت كبيرة كتير، وبنفس الوقت تيم قلبي مقهورين، بس بيعرفوا منيح انهم بيستاهلوا هالعقاب بسبب هروبهم يوم الجمعة الماضي. اللهم لا شمت، اللهم لا، انا لا ما شمتش. مالك؟ هابي. ولا شباب في شغله بس قبل ما نطلع الغداء، وظل عندكم امل انتم بس حكي قبل ما نطلع الغداء. ايوه لعبه صح، لعبه. انا لحد اليوم واقف مع القصه بتاعتنا، يعني نحن مشينا على الكارديو وطلعنا فوق الجبال وجبنا مانجا، يعني عشان توري الشباب انه نحن بجد مشينا ولقينا مانجا. يعني والامريكان والقصه ذيك يعني، ومانجا والله في مانجا، امريكان حمر يضحكوا علينا، انا فكرت نازلين من فوق هيك امريكان بالجبل، يعني بالجبل. والله في امريكان وفي مانجا، بس يعني وش في بعد هذه؟ انا لا ادري يعني. الله حي الدرماني، الله حي السرقاوي، واذبح الله حي الاردني، واقطع يا يلا. السيارات بتنتظر الان يا شباب، شباب السيارات بتنتظر عشان اقول لك الحيبره مسوينهولنا، يعني بفيه كامل مفتوح سمعت اي شيء غريبه طلع. يا
وليد ما غياكلش اليوم مسكين غير يدير الريجيم لان نهار الخميس عنده فايت وما يقدش ياكل بزاف. بالوقت اللي تيم بغداد عم بيستمتع بأشهى أكلات مطعم نيويورك فرايز بمول الإمارات، وليد هو الوحيد اللي كان متردد يأكل وعم يحاول يقاوم الأكل المغري علشان وزنه ما يزيد قبل الفايت. دينيس خبر الإدارة إنه مريض واضطر يروح على المستشفى بعد ما زاد تعبه، وكالعادة مرافق المرضى والمصابين خالد حب يكون معه بهالمشوار. I had a meal, I had dinner, then I went to bed, and I was trying to sleep, but I couldn't sleep because I started getting this like stomach pains, upper part of the stomach. So it felt like somebody put a knife or a stick in it and started like turning around. ما في أحد يعرف طريق المستشفى كان إلا أنا. They told me, they gave me a list of what I can eat. What I can't eat and what I must eat is like only I can only eat like boiled carrots, boiled broccoli, a little bit of boiled white rice, boiled chicken, and like boiled green vegetables. تيم ألبي اكتفوا بمتابعة المباريات والأفلام على التلفزيون والاهتمام ببندر المصاب ودينيس المريض، وكالعادة طارق عنده خطة بديلة. I have to show the good example, you know. If you show the bad example, you find out do the bad example. نحنا اللي ندير البروجرام ومش حيتغير أبدا. I don't really care what the f you guys do until it affects me. خلاف ما شاء الله من النكس جوا. رجعوا الشباب على الفيلا مبسوطين وحابين يحكوا للفريق الثاني ويغيظوهم شوي، لكن السؤال وين الفريق الثاني؟ So I arrive at the camp, and for some reason, all the cameras are on me. I'm like, oh God, what's going on? So we start looking around, and of course, Team LB is gone again. Where's everyone? I don't know what's going on. I don't know. All right, cool. Whatever, man. I don't know what's going on, to be honest. Figure it out. I see your cheeky smile, dude. Nah, dude, it's funny what's happening, like the way it's happening. Like, dude, I came to the villa, like. Yo, the fighters disappeared. Yeah, except Khalid's here. Wallah. Yeah, even Bender. I don't know how, man. He's got his foot on the cast. Yeah. Alright, cool man. We'll see. Whatever. Yalla, take care. شو وين الشباب؟ سمعتهم شلفينا مان. خلي المرة الجاية هم يفوزوا واحنا نطلع كمان مرة. وصل كوتش إلبي وما لقى فريقه في انتظاره في موعد التمرين اليومي. عملوها كمان مرة واختفوا. يعني ردوا على العقاب بنفس العناد ونفس الفعل اللي تعاقبوا عليه. Yeah, no big deal. It's just a food allergy. And Khalid went with them to translate. And then when he came back, none of his teammates were here. So I don't know, they're probably hiding, but whatever, man. The word is like, have fun.
I don't know, man. It's kind of whack. It's kind of whack. Yeah. How long have you gone? I just came back like 10 minutes ago. احنا مش رح نتعب المرة الجاية، رح تصير نقزدر أو نطلع نطش وهم يتعبوا بيركضوا واحنا نروح. We just punished them. We just punished them. And instead of like, oh, all right, okay, sorry guys, we'll relax, they decided to do even worse. The thing is, fine, the punishment wasn't really hard, so maybe they didn't take it seriously, but what they didn't understand is that we were trying to be nice about it and try to just, we thought they were smarter than that. We thought they would get the point. ولما هم طلعوا نحن طلعنا كمان. اه طلعنا شوي نسوي كارديو. يعني سفيان عنده فايت ف لازم نرفع الكارديو حق ايه صدقني و نحن حبينا نرجع لهم نوريهم انه نحن اللي ندير البروجرام مش انتو ولحد اليوم نحن نقول هالكلام عرفتوا علي نحن اللي ندير البروجرام ومش حيتغير ابدا Oh no, I came home and he told me the guys from the team was gone. They went somewhere. I didn't know where they went. I still don't know where they went. I hope they had a good time. طبعا بلشت الامور تزيد عن حدها انا حاسس. نحن طلعنا على الساعة 2 ورجعنا الساعة 9 في الليل. وعارفين انه نحن حنتمسك، عارفين. بس قلنا يلا نمشي اصلا. لأنه أصلاً ما فارقة معانا. They messed up because LB is furious and I'm so happy he understands how really bad this is. Yeah, I was really upset. I took it personal. I felt like it was not just a disrespect to the show. Beyond that, outside of this show, I felt like these guys, they've got my name on the back of their shirts. They're representing my family name. So yeah, I took it personal. It wasn't just a matter of, hey coach, we were bored. It was a matter of, hey coach, I don't really care that you came here and waited 5 hours. I don't really care that you're giving me all these techniques and that you're sharing with us all this experience that you've gained, that you've earned through a career of fighting. في صباح اليوم الثاني, كوتش إلبي جمع الشباب ليحط النقاط على الحروف. Okay, guys. I don't really care what the f*** you guys do until it affects me. I fucking wasted 10 hours of my day yesterday sitting here. Waiting for you to come back. Even after I got off of the phone with you and you told me you were gonna be here in 2 hours, you still didn't give a and decided, you know, we're just gonna finish the day and then come back. So, you guys owe me 6 Holyfields today. I don't care if it takes you all day to give me 6 Holyfields. I'm not running another practice with any of my coaches until these 6 are done. Khalid, you owe me 3 because you didn't go out with them and get caught. I know you've been out with them, but you didn't get caught. You owe me 3 for not making your bed. 7 laps. كل lap 5 دقائق. عملنا الهولي فيلد. وإذا ما عرفتوا الهولي فيلد عبارة عن sprinting. عبارة عن ركض jogging backward. عبارة عن side steps مشي ورجعة عبارة عن jumping squats عبارة عن clap push-ups عبارة عن spider crawls back and forth وبالجنبات وما بتوقف السيركت لحد ما الخمسة دقايق تنتهي عملناه 7 مرات 15 seconds. 10 seconds. Let's go. Time! تمرين عقابي لكل الفريق حتى خالد اللي ما طلع. طارق ويونس حسوا بمسؤوليتهم تجاه سفيان اللي عنده فايت بعد يومين وطلبوا ياخذوا العقاب عنه. Easy, أنا البطل. Easy. I'm really focused when my student, my father asked me, hey, why you go tonight? Why you go tonight? I stay home, be ready for tomorrow. I look for what
training, for tomorrow, everything. I'm really focused about my fighter. I signed with Albatal. I signed with my fighter. My fighter is the family. I want to be really good with my family. I don't want to do a shit outside. I do the same thing with my fighter. I have to show the good example, you know? If you show the bad example, your fighter do the bad example. It's why Tim Elby go out, do a lot of shit, and when he get back, he's not really ready, you know? I don't care if you're bored. You didn't come for a vacation, right? You came to win. Yesterday and today, I've been wanting to work with you specifics for your fight. Tonight, I'm gonna bring Ole Larsen back, and he's gonna work a one-on-one private with you. Just technique and strategy. It was disrespectful yesterday. Tariq, you're the captain of this team, whether you like it or not, and you know that, okay? You're the first one in everything. But when these motherfuckers, if they're going and just blatantly disregarding their training, you know this guy needed practice, dude. You know, right now, I'm gonna tell you right now, he's not gonna be able to get up off of his back. He's not gonna whizzer in the clinch. He's not gonna get head control, and it's gonna come down to wrestling. I didn't care that Sofyan had a fight tonight. You know, he didn't care. He chose, he went out. So I was gonna run him like everybody else. And then you saw Tariq, and you saw Yunus step up into that leadership role, and they actually asked me, hey coach, you know, do you realize this guy has a fight? Do you mind if we take his punishment for him? We'll do his laps, we'll do his runs, because this guy has a fight coming up. So, Sofyan, I made him run more than half of his runs, but then I let Tariq and I let Yunus step up into that leadership role that they've already assumed, and yeah, they paid his penalty for him. We need him to protect Yunus. You know what I mean? Like, at the end of the day, you know that this dude has three glaring weaknesses right now that I'm trying to fix as fast as I can. You already got a broken foot, and I'm gonna keep it real with you. You fought like shit because you didn't do what we'd been working. Okay, you came out there, you won the first round. Okay, you won the first round because you did what we were working. You got the underhook, you got on top, you won the first round. You come out in the second round, you're dropping your hands, you're shooting for his legs like this, you don't put him on the fence, you get rocked. That sucks. Here's where your problem is. It's not here. We're here sacrificing our body to get you guys ready. ويعني ادانا فرصة تانية وقالنا يا شباب خلاص يعني انا عارفكم انكم يعني تعبانين وملانين وكذا ويعني انا مسامحكم مش مشكلة بس خلاص يعني وعدوني انه ما هتعملوها تاني مرة ويعني وعدنا ودينا كلمة رجل. Honestly, I don't know what's gonna happen with upper management today. I hope to God they don't kick you off of this show. Okay, 10, then 9. Just speed on here. 1, 2, no more speed. Stick it down to the floor. There you go, good. And again, keep going, push through. انت كابيتان انا كابيتان لا اليوم مش كابيتان انا اليوم السولجر بس انا اتبع القوانين اليوم عز الدين الكابتن اليوم يلا اليوم سلمي عليك
الشباب على طريقة سبيل قرروا السطو على الأكل اللي وصل لفريق التصوير، والتخطيط والتحرك عم يتم بكل هدوء. الشخص الوحيد اللي غايب هو بندر، والغريب انه حتى مش موجود بغرفته. معقول عملها كمان مرة وهرب؟ إن شاء الله وليد قدها قبل اليوم 50-50. إلى اليوم ما أدري، ما لأنه إيش اسمه، إن شاء الله سفيان لسه أكون تركيزه في الفات، يعني أنا أشوفها خرجت ذي ما لا داعي. I don't know. It's gonna be a fight. That's all I know. بس فايت صعب، منقدرش أتكهن فيه. المباراة حتكون قوية بصراحة، لأنه وليد شرس، سفيان التكنيك بتاعه في الستاند اب حلو شديد. C'est un match assez compliqué hein. C'est ma caté en plus je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense que peut avoir de belles surprises de part et d'autre. Je pense que ça va être bon pour la pesée, j'ai pas de stress. J'ai l'habitude. Et pour ce qui est pour la stratégie du combat, j'en ai pas, on va voir directement dans la cage hein. Mais inchallah la concentration ربي عاوني و ما اعرف شو هو، حتى هو مزيان ان شاء الله باذن الله. انا عايز نكسب ان شاء الله، ربي سبحانه وتعالى عارف. ما فاهم ما فامي مون بتي فرير كي ان بريزون اكتوالمون، اي جو تو جو جو مدون او ماكسيموم بور او ان شاء الله. إن شاء الله أنا البطل.
his hand for me, actually. Clean. Fight and leave. خليه يكون فوق. Watch your headbutts. Low blows. Elbows down. ممنوع. Okay. Touch gloves. Back to your corners. Round one. Fight. Respira, respira, tranquilo. Haz lo que tú vas a hacer. Tienes tiempo, tienes tiempo, tienes tiempo. Sé inteligente. Inteligente. Martillos, martillos están ahí. Tienes. Pasa con con tu mano en la cabeza. Con tu mano en la cabeza. Empuja la cabeza. Empuja la cabeza con la mano y tira el codo. Empuja. Usa la cabeza. Usa la cabeza, jala la cabeza, jálala. Con todo. Ahí. Ahí, ya lo tienes, ya lo tienes. Jala la cabeza. Quiebra el brazo. Quiebra el brazo. Quiebra el brazo. Como te enseñé, como te enseñé. Regresa a media guardia y salte. Regresa a media guardia y mete el otro izquierdo. Media guardia. Regresa a media guardia. Sofiane, mets le truc sur la gorge. Media guardia. Sofiane, la montre. Regresa media guardia. Sofiane, la montre. Cuidado con los codos. Protege la cara. Protege tu cabeza. Protege la cabeza con los codos. La vuelta. Hacia él. Media guardia. Ahí. Dale. No pares. Go. Ahora buscamos a salir. Está cansado. Let's go. Respira. Let's go, baby.
Abre, ya está cansado, ya no tiene poder. No tiene fuerza. No tiene fuerza. No tiene fuerza. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Está cansado, chico. Te lo juro que está cansado. Break. Stand up. Hey. Fight. Aguarde, Benu. Aguarde. On top, we win. Si t'es dessus, tu gagnes. Okay, when this guy gets on top, he needs to get to his guard. Okay. Tira, tira, y entra y dejo. Tira, que abajo te lo matas. No hagas el triángulo. Hurry up! Hurry up, fighters! Stay back, stay back. Round two. Fight! Hello, Wally. Levanta las manos. Amendu, Amendu, Amendu. Amendu, jab, take jab in. Y dale codo con la otra. Codo con la otra. Ali, 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 Ali. Codo con la cabeza. Ali. Segura la mano con una mano. Ya, muchachos. Ya, codo. Segura la mano con la otra, codo. Segura la cabeza. Respira. Agárrale el cuello. Agárrale el cuello. Ahí. Codo, codo. Codo, codo. Vai, vai, vai. Otra vez. Otra vez. Get a move on. Otra vez. Compate. Segura del cuello. Segura del cuello. Bateu, meu irmão! Essa que eu quero, porra! Combate bem, meu irmão! Bem! Hell yeah, baby! Bem! Yeah. Ê, porra! Epa! 3-1! 3! 3-1! 3-1! Winner by armbar! Walid! Yes.
حبيبي مان can do nothing now. خسارة سفيان بعد مباراة قوية كان تقبلها صعب عليه، ولأنه كوتش ألبي واثق في قدراته وحابب الطريقة اللي لعب فيها حب يواسيه ويذكره بأنه مقاتل مش قليل. It's okay. It's okay. Not about this. In the left. Not about this. I'm very proud because when you fight, oh, you fight. You're not scared. You fight like a warrior. Just technique, shway, technique. One day UFC, you know, but technique. Only technique. سمعت اللي قال لي وليد هرس بكسر له ايده. لا 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 قلها قلها بكسر. شو كنت راضي عملتها بكسرها خلص. لا بكسر. سمعت شوي انكسرت عملتها. سمعت لك 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 ما بغيش يبيك انت فيك. هو ديح حتى في التاب يعني ما عملها قوي. لا ما شفت حتى انت شفت؟ احنا ضربتنا الله سمعنا حبيبي والله احنا هيك اسمنا ليش حتى انت ضربتنا You know the show, while we're working specifics, it's really difficult to learn jiu-jitsu in just a couple weeks. And so we made a couple of technical mistakes on the ground that we really were working really hard in practice to fix. But unfortunately, I think we just ran out of time in training to get them fixed. Alright, Shabab, قبل ما نبلش بتنقيات الفرق, coaches, before we start selecting the team, I'd like to have a word with one of the fighters. Bandar, تفضل. Bandar, للأسف, حكينا أول مرة, طلعت يوم الجمعة, تأخيرك عن الكامب, خرب الطلعة على الجميع. تاني يوم, حكيت معاكم الصبح, ولذلك كمان فريقك انحرم من هذاك اليوم من الريورد من الغداء. بنفس اليوم, تختفي, شباب بيحكوا معك, بنتفق, خلاص كلام رجال, ما في طلعة, خلاص اتفقنا. ظاهر الكلام ما وصل والفكرة ما وصلت, بنفس الليل رجعت اختفيت. بندر, تفضل طب أغراضك, والله معك. Alright. Coach مهدي, congratulations on the win. Who's it gonna be? Okay, for my 70 kilo, I'm going to get Ali. عماد اتخذ القرار النهائي بطرد بندر من البرنامج بعد إصراره على كسر كل القواعد وعدم احترام القوانين. The problem with a guy like Bender, just like I said at the beginning of the show, is he's not all there. He's just not all there. Bender شخص عجيب. Everyone in Team LB got the message from running left and right and the huge speech LB gave them, except Bender.